اولا السنور، كل واحد كل مدينه ما عرفت كيتسميه. كان كيجي معسل، كيجي رائع من اروع الطويجنات هكا ديال الحوت. بطبيعه الحال اللي كيبغي الحلو والمالح، الحقاش راه كيجي على طيبه الحلو، الحلاوه والملوحه. ما كيجيش حلو عاوتاني بزاف، ولكن ديك البصله البيضه داك الشكل اللي كون ديروها هي كتعسل وكتعطينا ديك الحلاوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنوجدوا طاجين ديال السنور اولا اسيغار. حنا كنقولوا ليه اسيغار، والمدن اخرين كيقولوا ليه السنور. المهم غادي نديروه بالبصله والزبيب. غادي نحتاجوا هنايا، عندي هنايا البصله اللي كتكون هكا بيضه، لحقاش دغيا كتعسل وكطيب، يعني من الاحسن الا ما كانت نديروا الحمراء. عندي هنايا البصله البيضه مقطعه رقيق هكا ديال دواور. عندي هنايا شويه ديال الربيع، يعني القزبر والمعدنوس. عندنا هنايا شويه ديال الزعفران، الزعفران الحر اللي ما عندها دير الضامه ديال الزعفران ترقدها في الماء. انا هنايا درتو في الماء هكا دافي باش دغيا كيطلق راسو، هو من الاحسن الا ما كان ديروا ديك الضامه ديال الزعفران الحر. عندي هنايا شويه ديال الزبيب اللي غسلته رقدته في الماء حتى كيتحيد منه داك الترابه وهذوك اللي كيكونوا في اللي كيكون فيه. عندي هنايا الثومه، الثومه ما نكثروهاش. الزبيب كنرقدوه في الماء وتنغسلوه مزيان، كنرقدوه في الماء حتى كيتحيد منه داك التراب والاخر ديالو بحال قلنا كيتنفخ شويه. هنايا الثومه ما غاديش نكثروها، تقريبا انا دايره هنايا ثلاثه الثومات كبار، ثلاثه د الفصوصه. بالنسبه للعطريه عندي هنايا معلقه ديال الخرقوم وشويه ديال البزار. ها هي البزار، هاد المعلقه راه ما كتحسش بزاف، كتحس غير شويه، البزار ما كتروش. سكنجبير والملحه، الملحه راه طبيعي الحال الملحه راه كترجع على حسب الذوق، كاين كاع اللي ما كيديرهاش، اللي عنده شي مرض ما يديرهاش. هنايا الزيت، يا اما نديرو زيت نباتيه وزيت الزيتون مخلطه، اولا نكتفيو غير بزيت المائده. بالنسبه للحوت عندي هنايا كميه تاع الحوت، كميه تاع الحوت المغسول ومنقي. هو هكا كيجي هذا ديال السنور اولا اسيغار، عنده جوج تسامي. غادي هو من الاحسن الا كان الراس، الراس ما نرميوهش، نشدوه حتى هو نديروه مع الطاجين كيطلق مذاق رائع. وغادي ندوزو للطريقه ديال نسيت ما قلت لكم، هنايا غنحتاج شويه ديال القرفه، فقلنا الطاجين معسل يعني شويه ديال القرفه باش نعسلو البصله. غادي ندوزو نشرملو الحوت. اول حاجه غادي ندوزو باش نشرملو، هنا غادي ندير هاد الكميه ديال الماء، راه هي باش غادي تذوب الحوت، ما غاديش نديرو الماء نهائيا. سواء نصفيو هاد الزعفران سواء نديروه، راه هو صحي واخا كي هكا، انا ما غاديش نديروه كله، غير هادوك اللي هبطو صافي. غادي ندير شويه ديال الثومه، ما كثرنا ما نكثروهاش، غير ثلاثه الفصوص ديال الثومه راه كافيين. هنا الربيع، القزبر والمعدنوس، اللي ما كيبغيش هكا القزبر والمعدنوس هكا كيبان في الشرموله، ما يقطعوش، يخليه قبيطه هكا، يربط واحد القبيطه ويديرها في الوسط ديال الطاجين. راه نفس معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال البزار، وهاد الخرقوم غندير غير جوج معالق هكا صغيورين. هاد المعلقة راه ما كتهزش بزاف، داكشي علاش البزار درتو بها باش ما نديرش بزاف البزار. الزيت ما درتهاش دابا، ما نديرهاش حتى نبغي نصب صافي. وغادي نبدا ندوز هاد الحوت هكا. الحوت من الاحسن لكن غنشرملو بلا ما نديرو الزيت في الاول، نشرملو غير هكا بالعطريه ديالو باش يتشرب، حتى من نصبو عاد كنديرو الزيت باش كيتشرب احسن. ونخليو اللي بغى يخليه هنايا ساعه ساعتين ثلاثه د السوايع اللي بغينا، قد ما طبيعه الحال بقى في الشرموله قد ما كان احسن. واللي زربان يخليه هكا غير واحد يبدا به هو الاول يشرملو، ويدوز يقطع البصله يقاد مسائل اخرين.
قبل ما نعطيوه ربع ساعة راه مزيانة، حسن ربع ساعة من والو. انا هنا غنخليه واحد شويه ومن بعد ندوزو باش نشكلو الطاجين. كندير الزيت هكا في الطاجين ونبدا نصطف البصل، ومن الاحسن يطيب على الفاخر او لا النار مهيله، يعني كنقتلو العافيه النار مهيله مهيله شمعه باش كيطيب على المهل باش ما كنديروش الماء، والبصله هي اللي كتطلق الماء ديالها والحوت كيطلق الماء ديالو، فراه ما كنديروش بزاف ديال الماء. يعني هذاك الكاس فاش رقد داك الزعفران، واللي ما عندوش الزعفران نقد فيه الضامه ديال الزعفران الحر صافي، وراه كيطيب كيجي من داك الشرفع كيجي رائع صراحه. الطويجنات القدامين ديال الحوت ديال الاصيغه، وما عرفت كل مدينه شنو كتسمي، اللي كنعرف هو السميه ديال السمور واصيغه. غادي ندير شويه ديال القرفه مع البصله، ما درتهاش مع الحوت، انا حاجتي غير بديك البصيله هكا تعسل وتجي هكا ملبيه من تحت، داكشي علاش ما نكثروش النار عليها باش تطلق الماء ديالها وطيب في خاطرها. هنا كندير دوك الطريفات تاع الحوت، الا كان الراس حتى هو نديروه في الوسط تاع الطاجين كيطلق بنه زوينه. انا ما عنديش الراس هنا هكا، غير حوت هكا طريفات. نحاول نقادو ندير شويه ديال الربيع والثومه من هكا من وسط الحوت. وغادي ندير هنايا الزبيب، الزبيب بغينا نكثرو ونقصو، كاين اللي ما كيبغي كيدير غير شويه على حسب اللي بغينا. دابا الطاجين غادي نديرو فوق النار اللي مهيله، يا اما نديرو هذه المقله الثقيله فاش كنطيبو المقله ديال الوجده نديروها ونديرو عليها الطاجين ونقصو، يعني باش ما كنتفاداو ديك المشكل ديال البصله لصقات ما تعسل ما هذا. من الاحسن انا هذيك الطريقه اللي غادي ندير ليه، غادي ندير المقله ديال الوجده فوق النار وندير فوقها الطاجين بشويه عليه حتى كيطلق ديك المريقه ويطيب فيها ويشربها ويتعسل، ونوريكم بحالاش منين كيطلق الماء. الطاجين من بعد ما كيطيب كيف قلت لكم راه كيطلق الماء بزاف، كان النار مهيله والماء كيكون مطلوق يعني كثير صافي، حتى كيبدا كيشرب الماء تاعو كنهزو شويه هكا تاع الماء وكنبقاو نسقيو الحوت من الفوق باش ما يجيناش ناشف، باش يجي الحوت هكا طيب وملبي من الداخل. ديك البصله راه كدوب كتقد ما درنا البصله راه ما كتبانش مازال. فكانت هذه طريقتي ديال الطاجين ديال الاصيغه او لا سنور، كل واحد كل مدينه ما عرف كيتسميه. كان كيجي معسل كيجي رائع من اروع الطويجنات هكا ديال الحوت، بطبيعه الحال اللي كيبغي الحلو والمالح لحقاش راه كيجي على طيبه الحلو الحلاوه والملوحه، ما كيجيش حلو عاوتاني بزاف، ولكن ديك البصله البيضاء داكشي علاش كليكم ديروها هي كتعسل وكتعطينا ديك الحلاوه. كان هذا هو اقتراحنا ديال اليوم، تلاقاو فيديو جديد وبصحه وعافيه.